أسعد الله أوقاتكم مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة مع برنامج رواد الأعمال. كما عودناكم في كل حلقة أن نستضيف رجل أو سيدة أعمال. معنا اليوم سيدة الأعمال المميزة مدام كريمة، صاحبة ومؤسسة هارموني بيوتي سالون. أهلا مدام. أهلا وسهلا فيكم، نورتونا اليوم. نور نورك، وشكرا جزيلا لتواجدك معنا اليوم بالبرنامج. أهلا وسهلا. بداية مدام، ممكن تحكينا المزيد عنك وكيف كانت بداياتك مع الصالون؟ بدايتي بدبي بالأساس. كريمة حسني من تونس، بدبي من 13 سنة بالبزنس بالفاشن ريتيلز. اكشلي اول شيء كانت فكرة الصالون اجت من اساس شغلي بالفاشنز والبرايدل، سو كانت الفكرة واي نوت انه بيكون في كمان بزنس للصالونات للتجميل، كل ما بشي يخص العروس من اي تو زد، سو كانت الفكرة من هون مكملة لشغلي الاساسي. جميل جدا. طيب ممكن تحكي لنا المزيد عن الخدمات المتوفرة حاليا في الصالون؟ اوكي، مثل ما قلت لك الفكره الاساسيه انه تكمل كل شيء ما بيخص العروس بهارموني موجود هون. فعنا بالاساس من الاول بيكون في عنا الحمام المغربي، الحمام الملكي، العنايه بالجسم، العنايه بالبشره، من الاعشاب، الخلطات المغربيه، الخلطات السودانيه، الدلكة، التنحيف كمان، سردعيه المساج وهيك. في عنا العنايه بالشعر، العنايه الطبيعيه اللي هي العنايه الاورجانيك، اي شيء بالحنه، خلطه الحنه، الافوكادو، الكافيار، اي شيء خلطات طبيعيه للشعر بتوفر عنا بالصالون. الاظافر من اي تو زد اللي هو مانيكير باديكير العادي، عندنا التركيب، الاكريليك، ديزاينات الاظافر للعروس وكلش. الحنه اكيد لازم، واكيد يعني خلطه العروس وكل شيء، فلازم يكون هون عندنا نقشه الحنه للعروس والافراد العيله وصحبات العروس. عندنا والاهم والاساس اللي هو التلبو، هي شركه فرنسيه بالاساس، المواد تبعيتها بتكون من طحالب البحر، ما عم تشوفوا سبا ورانا. فهي الفكرة اجت من التالجو بالاساس اللي هي شركة فرنسية. مدى من خلال جميع الخدمات المميزة ذكرتها، كيف تميزتي وكيف تميز صالونك بتقديم هي الخدمات؟ اوكي، بعتبر انه احنا في دبي، دبي مميزة باللكشوري وكل شيء هاي كواليتي، سو اللي اعتمدناه بهارموني هون انه انا اعتمد انه بختار الستاف تبعي والتيم يكون فيري كواليفايد وفيري بروفيشنال انترناشونال، مثل ما عم بتشوف عندي كل البنات من المغرب، من تونس، من الفلبين، من فيتنام، من روسيا، فكل البنات موجودين حتى يلبوا متطلبات اي زبونه بتيجي عنا للصالون. هذا شغله، وكل المدربات ما شاء الله وفيري بروفيشنالز. كمان عندنا هون التالجو اللي كنا مميزين فيه ولساتنا الحمد لله فيه. التالجو هي شركة فرنسية بالأساس تعتمد على طحالب البحر، وكلها مواد عضوية من البحر، اختصاصها بنضارة البشرة، تسكير المسامات، بنختفي وبنلغي شيء اسمه سيليكونز وفيلرز وكلوش لأنه رح يكون طبيعي بماشينز التالجو. في عنا كمان للتنحيف سيرولايتس، العناية بالبشرة وللجسم من التالجو نفسه. جميل جدا. في ظل هالنجاح اللي توصلتي له، شو مخططه للمستقبل وشو رؤيتك المستقبليه للصالون؟ الحمد لله هلا عم نفتح فرعنا جديد ان شاء الله، هذه اكسكلوزيف لكم براس الخيمه، سو على طلب زبايننا كثير من راس الخيمه عم يجوا مسافات حرام ليوصلوا لدبي ساعتين راح. فبرانش جديد طريقنا رح يكون ان شاء الله براس الخيمه، متوفر فيه كل الخدمات اللي موجوده عنا، كمان كل شيء بيخص العروس مثل ما قلت، للشعر، للميك اب، للحنه، للحمام، كل شيء متوفر عنا. رائع جدا، بتمنى لك المزيد من النجاح والتوفيق يا رب. تسلم يا رب. في خبرتك الطويله حاليا في مجال البزنس وتواجدك الطويل في دوله الامارات، شو نصيحتك كاحد رواد الاعمال لاي حد بحب ياسس عمل او استثمار داخل الامارات؟ سؤال كثير مهم صراحه ومناسب جدا لدوله الامارات. كاي مستثمر موجود باي بلد في العالم، اهم شيء عنده بيكون الامان الموجود بالبلد والاستقرار السياسي والامن للبلد اللي موجود فيها. والوجهه الوحيده بعتقد هلا بالعالم كله هي دبي، بيخضل كل ما بيصير بالعالم من حروب وازمات اقتصاديه، بعتقد دبي هي المثل الانسب لافتتاح او لتاسيس اي بزنس في العالم. بالنسبه للشباب هلا بقول لهم غامروا، جو هيد، ادرس مشروعك مزبوط، اعمل دراسه مشروع وجو هيد فور ات، لا تخاف، لا تقول اليوم بكره بعد بكره بيظل الوظيفة بتتخلى عن أحلامك. أوكي، خلي الوظيفة موجودة، أوكي بتكون موجودة، هذاك رأس مال بيكون شهري موجود، ومع هيك go ahead to make your own business.
بالنهاية بدنا نعرف ليش اختارت مدام كريمة دولة الإمارات تكون محطتها الأولى لتبدأ فيها البزنس. مثل ما قلت لك بالأول والأخير كل مستثمر وكل إنسان بالبلد في كل العالم بيدور على الأمن. أنا كأم وكسيدة أعمال بدور بالأساس على الأمن بالنسبة لأولادي أو لبزنس تبعي أو لاستثماراتي، بدور على الأمن والأمان. فهذه البلد الوحيدة اللي بتوفر لك حقوقك لك لا المستثمر ولا الموظفين ولا كل اللي موجودين فيها، وهذا الأساس. اخيرا بدنا نخبر جميع السيدات كيف ممكن يوصلوا ويتواصلوا مع الصالون. اهلا وسهلا بسيدة الامارات، احنا بالاساس موجودين بدبي بجميره شارع الميناء بالحديقه. اهلا وسهلا فيكم، وارقام التواصل بعتقد موجودين. اهلا، شكرا جزيلا مدام كريمه ولجميع طاقم العمل في هارموني بيوتي صالون. اهلا وسهلا. إلى هنا أعزائي المشاهدين نختتم حلقتنا لهذا الأسبوع. تابعونا كل جمعة وسبت على قناتكم ABC الخليجية وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. دمتم بخير وفي أمان الله.